طبعا بنتكلم على ارقام جباره. لو خدنا طبعا على سبيل المثال ارقام الدوري الانجليزي اللي بدا بيها الانفوجراف، بتتكلم على 24 مليار تقريبا في حوالي 23 سنه، يعني بتتكلم على مليار استرليني في الموسم الواحد. ده رقم اكبر شويه كمان، يتخطى حاجز المليار استرليني في الموسم الواحد، ده رقم جبار. وده يترجم لك ازاي ممكن تبقى رياضه كره القدم صناعه وبزنس. طبعا بعيدا عن المكاسب الفنيه، النهارده ما تقدرش تنكر انه الدوري الانجليزي، الانديه الانجليزيه هي الافضل على مستوى العالم. بتتكلم على بطوله هي الاقوى، بتتكلم على بطوله هي الافضل، بتتكلم على عدد من نجوم لا حصر له بيلعبوا في ضمن انديه الدوري الانجليزي. هو الدوري الاهم النهارده والدوري الاكبر، وتفوق واضح كمان للانديه الانجليزيه حتى على مستوى البطولات الاوروبيه الكبرى. يعني تشيلسي حاضر بنسخه، سيتي حاضر بنسخه، ليفربول حاضر بنسخه، انا بكلمك بس على تشامبيونز ليج. ففي طبعا بالاضافه للاهميه او للمردود الفني الرائع جدا اللي حصل، التطور اللي حصل في الكره الانجليزيه، بتتكلم كمان على ارباح ماديه على اعلى مستوى، وده فكر طبعا نتمنى ان شاء الله نشوفه في معظم انديه الدوري المصري. طيب خلينا نروح للدوري الانجليزي بره، معانا واحد من نجوم استون فيلا وواتفورد، مدافع فريق استون فيلا وواتفورد الانجليزي السابق نيل كوكس، هو ضيفنا في السادسه. نرحب بيه طبعا بدايه واشكره على مشاركته معانا وظهوره معانا على شاشه الاهلي. اهلا بيك. Thank you very much. شكرا، شكرا جزيلا لكم. نيل كوكس، خليني ابدا معاك ببطوله العالم للانديه اللي شارك فيها من مصر، النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات اللي اتلعبت في كاس عالم الانديه، والسيتي بطل اوروبا السنه دي. يمكن الحقيقه ما حصلش قبل كده في اي من مشاركات الاهلي انه واجه نادي انجليزي، صحيح واجه ابطال اوروبا، واجه فرق زي بايرن ميونخ، واجه فرق زي ريال مدريد، لكن في النسخة اللي جاية بالسعودية ممكن يكون في فرصة أو مواجهة مرتقبة تجمع بين بطل أوروبا وبطل إفريقيا الأهلي والسيتي. توقعاتك لمشاركة السيتي في البطولة، وتوقعاتك ورؤيتك أيضا لمواجهته اللي ممكن تحصل أمام النادي الأهلي بطل إفريقيا. أعتقد أن الكفة ستكون لمانشستر سيتي بالطبع، ولكن لأن كما تعرف الآن مانشستر سيتي هو متسيد كرة القدم في الدوري الإنجليزي، في الكرة الإنجليزية، وليس على مستوى كرة القدم فقط، ولكن نرى مانشستر سيتي متألق على جميع الجوانب. بالحديث عن السيتي يمكن، والحقيقه الحديث ايضا عن الدوري الانجليزي، توقعاتك للموسم الجديد بناء على الصفقات والاسماء، ما بين اسماء رحلت بالفعل عن الدوري الانجليزي وعن الانديه الانجليزيه، واسماء مرشحه للانضمام، واسماء انضمت بالفعل، توقعاتك للنسخه الجديده من البريمير ليج؟ أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة عن ما كانت عليه في العام الماضي. تشيلسي الآن تغير تماما، الأرسنال يجري العديد من التغيرات، من التغييرات، مانشستر يونايتد أيضا أجرى العديد من التغييرات، والأرسنال كما شاهدنا في الموسم الماضي قد تألق كثيرا. فأعتقد أن الأمر سيكون مختلفا، ولكن مانشستر سيتي لديه حظوظ كبيرة. أعتقد، أنا متأكد أننا سنرى في أول الأسابيع سيادة كاملة لمانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي. هل تتوقع أن يكون في شكل منافسة مختلف؟ يعني يمكن في كل نسخة أو في كل موسم توج في السيتي كان في فريق مختلف بينافسه على لقب البطولة، آخرهم طبعا الأرسنال اللي قدم مع أرتيتا موسم أكثر من رائع. تتوقع أنه النسخة الجديدة قادر السيتي يعني بنفس الشكل أو بنفس المستوى أنه يحسمها بسهولة، ولا متوقع أنه يكون في منافسة من وافد جديد زي الحقيقة نيوكاسل مثلا اللي قدم موسم أكثر من رائع، أو المان يونايتد اللي استعاد جزء كبير جدا من قوته أو من رونقه في الفترة الأخيرة؟ أعتقد أن مانشستر سيتي سيلعب بطولاته المفضلة بشكل جيد، ولكن أعتقد أن إيدي هاو قام بأداء بمجهود جبار مع نيوكاسل، نعم، والأرسنال كذلك سيكون منافسا قويا هذا العام. أرسنال أنهى الموسم الماضي قبل قريبا من اللقب، قبل النهاية بأسابيع قليلة. فأعتقد أن كما رأينا في موسم الانتقالات في العام الماضي قد كان فارقا في مستوى الأندية. أعتقد أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على حد يجب أن يكون أقوى في هذا
الموسم، يجب أن يكون هناك منافسة كما كانت من قبل. التغييرات كثيرة والاختلافات حدثت في كرة القدم كثيرة، فيجب على الأندية الأخذ بالاعتبار هذه الاختلافات. أهم الصفقات اللي حصلت من وجهة نظرك حتى اللحظة، سواء بالرحيل من أندية إنجليزية أو صفقات جديدة أبرمتها، وخصوصا طبعا أندية القمة اللي ممكن يكون عندها فرصة للمنافسة على البريمير ليج والمنافسة أيضا على واحد من ثلاث ألقاب أوروبية، كونفرنس ليج، يوروبا ليج، وتشامبيونز ليج. أعتقد أن ديكلان رايس بانتقاله إلى أرسنال كان فارقا وسيكون مهما جدا للفريق. أعتقد أنه سيدعم خط منتصف الدفاع لأرسنال. أعتقد أن أيضا ويست هام قد أجرى بعض التغييرات، ولكن تغييرات طفيفة، أعتقد أنها ستكون جيدة نوعا ما. ولكن الأرسنال هو صاحب أقوى تدعيمات هذا الموسم بكاي هافرز وديكلان رايس. أعتقد أن المدير الفني يعرف ماذا يريد جيدا من هذا الموسم. أعتقد أننا لم نرى نسخة الأرسنال مثل هذه منذ فترة. رحيل جوندوجان ورحيل رياض محرز من السيتي، هل ترى من وجهة نظرك ممكن يأثر على قدرات السيتي، وخصوصا أنه جوندوجان على وجه التحديد كان واحد من أهم اللاعبين في الموسم الأخير؟ والحقيقة يمكن اتعودنا دايما من السيتي على صفقات قوية جدا في بداية الموسم لغاية النهاردة ما سمعناش. هل شايف أنه في سكواد بيب جوارديولا ما يعوض غياب أو رحيل اثنين من أهم النجوم، ولا أنه السيتي على وشك أنه يبرم صفقات من العيار الثقيل؟ لا، أعتقد أن مانشستر سيتي قوي كفاية، ولكن إذا رأينا إذا نظرنا إلى مانشستر سيتي وقوته على المستوى الأوروبي، فأعتقد أنه قادر على استقطاب الكثير من الأسامي. ولكن أعتقد أن مانشستر سيتي يفاجئنا دائما في بداية كل موسم، وبعد كل فترة انتقالات نرى مانشستر سيتي بشكل أقوى. فأعتقد أنه سيكون هناك بعض التغييرات، وإن كان مانشستر سيتي قويا كفاية، ولكن لاعب أو لاعبين لن يؤثر في طريقة وتشكيلة مانشستر سيتي. أعتقد أنه سيؤدي موسما قويا. هل في كلام على أسماء أو صفقات منتظرة أو أسماء مرشحة للانضمام للسيتي في الأيام القادمة؟ أعتقد أن هناك الكثير من الأسامي التي قام بها الكشافون بإعطائها للأندية الإنجليزية. فكل مباراة جرت في الموسم الماضي كانت متابعة بشكل جيد من قبل الكشافين. أعتقد أن الأندية يجب عليها التركيز على احتياجاتها، ليس فقط الأسماء. والأسماء المقترحة أعتقد أن كل نادي يعرف جيدا، وخصوصا مانشستر سيتي يعرف جيدا متطلباته واحتياجاته للموسم الجديد. أعتقد أن موسم الانتقالات القادم هو هادئ نوعا ما الآن، ولكن أعتقد أن مانشستر سيتي سيحدث ضجة في الأيام القليلة المقبلة. يمكن نعتبر أن الموسم الأخير أوروبيا كان موسم ناجح جدا للأندية الإنجليزية. عندنا ويست هام فاز بالكونفرنس ليج، السيتي فاز بالشامبيونز ليج، وده يخليني أسألك كمان عن فرص أستون فيلا، بما أنك أنت كنت واحد من نجومه، هيعود مرة تانية المشاركة في المسابقات الأوروبية من بوابة الكونفرنس ليج، شايف فرصه إزاي في تحقيق اللقب الموسم اللي جاي، وشايف إزاي استعدادات أستون فيلا للموسم الجاي سواء في البريمير ليج أو في الكونفرنس ليج؟ حسناً، أستون فيلا هو فريقي المفضل، هو من أكثر الفرق التي لعبت لها في الدوري الإنجليزي، وأعتقد أن أقول أني أتمنى أن يعود كما كان في سابق عهده. هو الآن يحاول العودة للمشاركات الأوروبية، وأعتقد أننا الآن لدينا فرصة جيدة لهذا. لدينا مناخ طيب للمنافسة. مانشستر سيتي يقوم بأداء بتحضيرات أكثر من جيدة في هذا الصيف. أعتقد أن الفريق يجب عليه الاهتمام بالنواحي الخططية والبدنية كذلك للمنافسة.
أعتقد أن واتكنز سيكون له دور كبير في تدعيم الفريق هذا الموسم، فأعتقد أن موسم الانتقالات الحالي قادر أستون فيلا على تدعيم وتقوية الفريق لمساعدة المدير الفني في كل مباراة في الموسم المقبل. أوناي إيمري المدير الفني ومدرب أستون فيلا عنده يعني سي في ناجح جدا فيما يتعلق بالمنافسات القارية، ونجح بالفعل أن هو يقود سيبيا الأسبانية أو فريق إشبيلية أن يفوز بثلاث نسخ للدوري الأوروبي. هل تتوقع أن يقدر يكرر نفس الإنجاز ده مع أستون فيلا؟ نعم، أعتقد أننا جميعا نتمنى ذلك. أعتقد أنه قادر على فعل ذلك، هو لديه الكثير ليفعله. لديه أعتقد أن لديه خطة لخمس أو ست سنوات لنرى أستون فيلا قادرا على الفوز بأكبر البطولات الأوروبية. أعتقد أن الدعم الذي يلقاه في أستون فيلا سيكون فارقا معه في الموسم القادم. أعتقد أنه لديه كما قلت أنت لديه تاريخ مشرف في أوروبا، يجب علينا استغلال ذلك. يجب عليه أن يحظى بموسم جيد ودعم جيد من قبل الجماهير وإدارة أستون فيلا. يهمني أتكلم هي يعني لو إنجاز التعبير أسميها صفقة الموسم وكل موسم، لأنه طبعاً الأسماء الأندية اللي ارتبطت برغبتها في التعاقد مع نجم الكرة الإنجليزية ونجم هجوم منتخب إنجلترا هاري كين على مدار المواسم الأخيرة كتير جداً، ويمكن من أبرزهم كان فريق ريال مدريد، وأيضاً الموسم الأخير كان في كلام عن رغبة المان سيتي في التعاقد مع هاري كين قبل طبعا اتمام صفقه ايرلينج هالاند. السنه دي في كلام كتير على اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع هاري كين. هل انت بتشوف ان دي ممكن تكون الفرصه الاخيره لواحد من اهم وابرز نجوم الكره الانجليزيه في السنوات الاخيره في تحقيق لقب اوروبي مع بايرن ميونخ، ام تفضل بقائه في الدوري الانجليزي؟ أعتقد أن هذا قراراً كبيراً لهاري كين ليصنعه. أعتقد أن انتقاله لبايرن ميونخ أو ريال مدريد سيكون أمراً كبيراً له، وستكون نقلة كبيرة على مستوى الدوري الإنجليزي وليس هاري كين فقط. أعتقد أن هاري كين يجب عليه أن يبقى في المملكة المتحدة. لديه أهداف يحققها إذا انتقل لنادي أكبر في إنجلترا. أعتقد أنه لا يجب عليه أن يرحل، يجب عليه أن يبقى يشارك مع مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ينتقل لنادي لديه طموحات أكبر. سيكون بالطبع أمرا شيقا أن نراه في أندية كبيرة في أوروبا، وسيكون تحديا كبيرا لهاري، ولكن سيظل قرارا صعبا، قرارا كبيرا ليصنعه. أعتقد أنها الفرصة الأخيرة بالفعل لهاري كين إذا أراد أن يفوز بالبطولات، ولكن لديه فرصة إذا ظل في إنجلترا. أعتقد أنه يعرف جيدا ماذا يريد. من الصفقات أو من الأسماء المصرية اللي نجحت مع أستون فيلا تحديدا، وأعتقد كمان نجحت في الدوري الإنجليزي باختلاف التجربة، أحمد المحمدي، محمود تريزيجيه، الاثنين يمكن لعبوا لفترة من الفترات في أستون فيلا. ايه الانطباع اللي سابوه عن اللاعب المصري، وايه تقييمك انت شخصيا لتجربه المحمدي وتريزيجيه مع أستون فيلا؟ نعم بالفعل انا عملت مع احمد المحمدي في الموسم الماضي حينما كنت انهي بعض الاعمال الخاصه لأستون فيلا. اعتقد انه نعم لقد أحدث فارقا، وأعتقد أنه لدينا انطباعات جيدة تجاه المهمة التي يقوم بها أحمد المحمدي خصوصا. أعتقد أننا لدينا فريق لاعبان قد أحدث تغييرا وقام ب قام بأن تطلع الجمهور الإنجليزي أن نرى العديد من اللاعبين المصريين بعد ذلك في أستون فيلا. مين أبرز اللاعبين المصريين لعبوا في إنجلترا ولفتوا انتباهك أنت شخصيا أو حققوا نجاح كبير من وجهة نظرك؟ بالطبع يجب أن ننظر الآن إلى ليفربول. حينما نسأل هذا السؤال ننظر مباشرة إلى ليفربول، محمد صلاح. أعتقد أننا سنرى محمد صلاح يؤدي أكثر وأكثر في إنجلترا في الأعوام القادمة.
لا لا تخيل الدوري الانجليزي بدون محمد صلاح. هو لاعب قوي، هو الافضل حاليا في العالم. انا اقول فقط ان محمد صلاح سيستمر في نثر السحر الخاص به في انجلترا اذا استمر مع ليفربول. الجميع يريد ان يشارك في الدوري الانجليزي، الجميع يريد ان يفوز بالبطوله، الجميع يريد ان يلتحق بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. ولكن ما نراه الان ان محمد صلاح احدث تغييرا كبيرا مع ليفربول. السؤال الاخير متعلق الحقيقه بعيدا عن الكره الاوروبيه والانجليزيه يعني بشكل تام، عن الدوري السعودي والكره السعوديه. ازاي بتشوفه عموما؟ يعني وجهه نظر نيل كوكس ووجهه نظر العامه اللي اتكونت على ما يشهده الدوري السعودي واقبال الانديه السعوديه على التعاقد مع اهم الاسماء في الدوريات الاوروبيه الكبرى. شفنا انتقال رونالدو وكريم بنزيما وجولو كانتي واسماء كتيره جدا مرشحه، في كلام عن فيرميني وغيرهم من النجوم. ازاي بتبصوا لده؟ وهل ده اثر على حجم وشكل التعاقدات في الانديه الانجليزيه؟ ازاي شايفين كمان مستقبل الكره السعوديه وطموحها في انتداب اهم الاسماء؟ حسن، انا انظر فقط الى 5 سنوات أو 6 سنوات ماضيه كان الامر لم يعتمد على المال في اوروبا، وهذا ما جرى في السعوديه. الدوري الان يعتمد على استقطاب اللاعبين مقابل الكثير من الملايين من اليوروهات. اعتقد انهم قاموا بعمل رائع، عمل مذهل، استقدموا الكثير من الاسماء التي ذكرت. اعتقد انها ستكون فرصه جيده للاعبين الشباب للظهور في الدوريات الاوروبيه مره اخرى والاعتماد على الاسماء الجديده. نعم الدوري الإسباني قوي، الدوري الإنجليزي قوي، الدوري الإيطالي قوي، ولكن ما جرى في السعودية أستطيع أن أقول لن يكون بهذه القوة، ولكن نعم هو يظل أمرا جيدا وسيضفي على الكرة السعودية جمالا أكثر. نيل كوكس نجم أستون فيلا وواتفورد السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وكل التوفيق. ولا تأمن أبدا الأهلي، يعني يمكن هو بدأ حواره طبعا معايا بتوقعه فوز سيتي، وده منطقي الحقيقة. أي حد في العالم الحقيقة وأي فريق في العالم بما فيهم الكبار بايرن ميونخ، بي أس جي، برشلونة، ريال مدريد يخشوا أكيد بالتأكيد من مواجهة السيتي، لكننا في الأهلي كأهلوية كجمهور عندنا طموح كبير جدا، عندنا ثقة كبيرة جدا في أنه وارد جدا ونقدر أن احنا نتجاوز السيتي حتى لو كان بيدربوا بيب جوارديولا وحتى لو كان أفضل فريق في العالم. بشكر نيل كوكس طبعا نجم أستون فيلا واتفورد السابق على مشاركته معنا في سادسة. خليني أخدكم بس اللقطة بعيدة تماما عن كرة القدم لكنها بتحمل معاني كبيرة الحقيقة ومفاجأة. العالم كله النهاردة بيتكلم على اسم ولد أسباني، ولد احنا بنسميه عندنا من الشباب أو من الناشئين، 20 سنة فقط لا غير، تمكن من حصد لقب أهم بطولات العالم أو أهم بطولات الجراند سلام، وهي بطولة الويمبلدن. كارلوس الكاراز الإسباني الذي يبلغ من العمر 20 عام، لأول مرة العالم من سنين طويلة ما بيشوفش واحد من العمالقة التابو اللي احنا حفظناه وعرفناه ان البطوله اما رايحه لفيدرر او جوكوفيتش او نادال، لكن السنه دي اسم جديد بيسطع في عالم التنس. رسالته بتقول على السوشيال ميديا حلم يعني العمر بيتحقق، كنت عندي دايما ثقه ان انا وانا عندي 20 سنه كل حاجه بتحصل بسرعه، لكني انا فخور جدا ازاي احنا كنا بنشتغل بشكل يومي. شكرا لكل واحد على دعمه ليا ومن اعماق قلبي. صورة طبعا تتويجه وحمله لكأس اهم بطولات او اكبر بطولات العالم الويمبلدون كارلوس الكاراز. بيقول انه كل واحد بيحلم بحاجة يقدر يحققها، لكن الحلم لوحده لا يكفي مهما كانت حجم الصعوبات ومهما كانت حجم المتاعب، تقدر دايما تحقق وتوصل لحلمك، والسن يفضل في النهاية مجرد رقم، سواء كنت صغير في السن أو كبير في السن، ما دمت عندك القدرة على أنك تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتشتغل يوم بعد يوم عشان توصل للي أنت عايزه، قادر في النهاية أنك تحقق أي هدف وأي حلم توصل له، زي ما الأهلي بيشتغل بالظبط وزي ما الأهلي والأهلاوية بيحلموا بالظبط. النهاردة زي النهاردة
حقق الأهلي 17-7، حقق الأهلي لقبه العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا. البطولة كانت على حساب الفريق أو بطل جنوب أفريقيا كايزر تشيفز، وكان في المغرب المكان والزمان اللي اتقابلنا فيه زي النهاردة بالظبط. حقق الأهلي البطولة اللي بيطلق عليها البطولة المظلومة إعلامياً، لا خدت الشكسية ولا خدت النجاح ولا خدت، فرحنا طبعا لكن مش بنفس القدر اللي حققنا بيه البطولة اللي قبلها التسعة اللي كانت على حساب الزمالك، ولا اللي بعدها الحداشر اللي كانت على حساب الوداد. تعالوا نفتكر لحظة من أهم لحظات أمجاد الأهلي الأفريقية وتحقيقه للنجمة العاشرة.